بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. في دراستنا للتساؤلات عن مفهوم الجنس في ايماننا المسيحي، بعض الدارسين بالذات يمكن يعني لان هذا الموضوع مهم جدا، فاهتم ايضا الدارسين اللي بيدرسوا في لاهوت الكنيسه ولاهوت الايمان ومفاهيم الكنيسة في حياتنا الروحية. ما هو تقنين الكنيسة ككنيسة ككنيسة الله وجسد المسيح على الأرض، والمؤسسة التي تحدد علاقة الإنسان مع الله وعلى الأبدية وحياتنا الروحية وإيماننا وخلاصنا؟ كيف نظرت قانونيا إلى هذه العلاقة بين الزوجين في سر الزيج؟ الحقيقة الكنيسة عبر العصور خصوصا في القرون الأولى كانت وهي ملهمة من الروح القدس، ونتعجب جدا من هذا لأن ما كانش لسه في دراسات زي كتير زي دلوقتي، لكن في هذا الوقت كانت الكنيسة مقودة فعلا بالروح القدس من خلال آباء الكنيسة، دفعت عن قدسية سر الزيج بطريقة عجيبة جدا جدا. يعني أول ما بدأت الكنيسة في القرن الأول والثاني كانت الفكرة الغنوسية موجودة وفلسفة الغنوسية موجودة، ويعني في بعض الآباء من آباء الكنيسة كانوا غنوسيين وبعدين آمنوا بالمسيح فتجدد فكرهم، اللي هي الغنوسية اللي بتعتمد على المعرفة، مجرد كل ما الإنسان يعرف معلومات أكتر ومفاهيم أكتر كل ما يرتقي حسب مفهومهم بدون الحاجة إلى الخلاص من الخطية اللي قدمه لنا ربنا يسوع المسيح، لدرجة إن هذه الفلسفات كانت أحياناً بتنظر إلى كل ما هو مادي على إنه نجس غير طاهر، وبالتالي أصبحت تنظر إلى جسد الإنسان على إنه غير طاهر، لكن في نظرتنا المسيحية كما درسنا قبل كده هو الجسد ده طاهر لأن المسيح كرمه بسر التجسد. فالكنيسة أيضاً حربت بدعة ظهرت في القرن الرابع اسمها بدعة ماني، اللي كانت البدعة دي بتحتقر، هي امتداد للغنوسية بس بصورة أخرى، كانت بتحتقر كل ما هو جسدي لأنها تحتقر المادة وتعتبر المادة وكل ما هو مادي غير طاهر وغير مقدس، لدرجة أن ماني نادى يعني بعدم الزواج، نادى أيضا بعدم أكل بعض الأمور بعد المأكولات وهكذا، وكان بيحتقر الزواج وكأنه يعني كأنه بيدعو إلى البتولية كأنها هي علامة الطهارة، فبهذه الفكرة ابتدى يحتقر الزواج، لكن الكنيسة عقدت مجمع وحرمت ماني سنة 340 في مجمع اسمه مجمع غنغرة، حرم ماني والبدعة بتاعته، حتى ان كنيستنا القبطية الملهمة بالروح القدس ايضا في الفترة دي، لان ماني ايضا حرم الخمر واعتبرها مادة نجسة، كانت بتلزم الاباء الرهبان ان يشربوا قليل من الكأس من النبيذ علشان تؤكد لكل بقية الكنيسة، لان رهباننا هي قلب الكنيسة، فيصير كل شعب الكنيسة عندما يعرف ان الاب الراهب ممكن ياخد شوية نبيذ يعرف ان هذه المادة ليست محرمة في ذاتها، نتجنب الاستعمال الخطأ لكن ليست محرمة في ذاتها، وعشان كده كان في قوانين ظهرت على في مجامع الكنيسة على مدى العصور القرون الاولى تحرم كل من يعتبر المادة او الجنس او الزواج غير طاهر. فمثلا في قانون يقول كده يحرم أو يحرم كل من لا يوقر الزواج الشرعي، أو مثلا يحرم كل من يتردد في قبول سر التناول من القصوص المتزوجين، لدرجة أن بعض الناس في تطرفهم كانوا يعتبروا القس الكاهن المتزوج كأنه يعني هو ليس مؤهل أنه يقدم الأسرار المقدسة لأنه متزوج. شوفوا قد ايه وصل الفكر. بعض الناس كانوا بيمتنوا عن الزواج لفكرة ان الزواج غير طاهر، الكنيسة حرمت كل من يؤمن بهذا الفكر وقالت يحرم كل من يبقى عازبا
حافظا العفة وممتنعا عن الزواج، لا بسبب البتولية وطهارتها وجمالها، ولكن احتقارا للزواج. يعني الكنيسة في قوانينها بتؤكد على قدسية الزواج والأسرة الزيجية. ومرة تاني قانون يقول يحرم كل شخص من حافظي البتولية ينظر إلى المتزوجين بعين الاحتقار والكبرياء. لدرجة إن كان في بعض الناس كانوا بيتجوزوا وبعدين لما ياخدوا هذا الفكر ويؤمنوا بيه يتركوا الزواج. فالكنيسة برضه قالت تحرم المرأة إذا تركت زوجها وصممت على أن تبرح مسكنه لأنها تكره الزواج وتحتقره كأنه شر، والعكس. وأيضا الكنيسة على مدى عصورها كانت يعني بذلت مجهود كبير لحماية سر الزواج وتقديسه، وحتى يومنا هذا بنجد سر الزواج وسر الزيجة له كرامة جميلة وله فرح كبير. ونشكر ربنا الآباء الأسقفة بيحضروا سر الزيجة وبيكرموا الزوجين وبيمارسوا سر الزيجة والكهنة وبكل فرح، لأن هذا يعبر عن نظرة الكنيسة الراقية جدا والطاهرة جدا لسر الزيجة وللعلاقة الزوجية. أحد برضو القوانين اللي صدر في أحد المجامع يقول إيه؟ البتولية هي اتخاذ موقف كياني من الجنس خالي من النفور واحتقار العلاقة الجسدية، ولكنها هي عهد بتخصيص كل طاقات الإنسان للعمل الإلهي والعمل للعبادة. للتسامي بالتعبير كده الدقيق، للتسامي بطاقة الحب الكامنة في الجنس وتوجيهها مباشرة إلى الله، فيتذوق الإنسان البتول الحب الإلهي دون أن يتحد بالجنس الآخر. وكأنها كنيسة بتعلن في القانون ده أن الزوجين ممكن من خلال العلاقة الزوجية الطاهرة يتذوقوا الحب الإلهي في حياتهم من خلال الجنس الآخر. مرة تاني قوانين الرسل الإسقلية تقول كده يحكم بالقطع على الإكليروس والعلمانيين الذين يمتنعون عن الزواج وأكل اللحم باعتبارها نجسة. وهنا كانت الكنيسة واعية بعمل الروح القدس فيها أنها تحمي سر الزيجة لأنها تؤمن بقدسية سر الزيجة، واجتهدت أنها تعلن القصد الإلهي من سر الزيجة الذي ينظر إلى الجسد كأنه هيكل مقدس يحل الله فيه بعمل الروح القدس ويتخذ هيكل له. فكم وكيف نقدر نحن العلاقة الجنسية في حياتنا الزوجية؟ أهمية التساؤلات دي إنها بتعطينا رد على التساؤلات، وفي نفس الوقت تخلينا نفهم كرامة هذا السر في حياتنا. أجمل قصة من أجمل القصص في بستان الرهبان عندما وقف القديس مكاريوس الكبير وقال لربنا يا رب انا شاعر ان انا بحبك اكتر من اي حد تاني، محدش بيحبك زي ما بيحبني. فجاء صوت من السماء قال له يا مكاريوس اعلم ان هناك في الاسكندرية امرأتان تخاف الله وتحبه مثلك. فتناول القديس مكاريوس عصاته وخرج يبحث مقودا بالروح القدس إلى أن قادوا إلى أحد المنازل البسيطة في الإسكندرية، ولما طرق الباب فتحوا وجد زوجتين لأخين، اثنين أخين متجوزين بنات والاثنين عايشين في بيت واحد. وسألهم عن سيرتهم اللي ربنا أرشده إن دول بيحبوني زي ما أنت بتحبني يا مكاريوس. فقالت واحدة منهم لم تكن بيننا قرابة جسدية وقد رزقت كل منا بولد، فإذا بكى أحدهما تحتضنه الواحدة وترضعه حتى إذا لم يكن ولدها، ونحن نعيش بقلب واحد ومحبة واحدة إذ إن المحبة الروحية تجمعنا في بيت واحد. وهنا ابتدى القديس مكاريوس يفهم إن هذا السر عظيم زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، حقا ان الله ينظر الى استعداد القلوب ويمنحه عمل الروح القدس
في الرهبنة وفي سر الزيها على قدر متساوي، كما شفنا في قصة وقضية القديس مكاريوس عندما أراد أن يعرف من الله هل يوجد إنسان بيحبه مقدار المحب الذي كان يشعر به مكاريوس، فأرشدوا إلى هاتين الشابتين المتزوجين لأنهم محبتهم مقدسة من خلال سر الزي المقدس ومن خلال العلاقة الجنسية المقدسة الطاهرة التي بينهما والمحبة اللي بين الاثنين السيدتين دول، محبة مسيحية في بيت واحد وفي حياة مقدسة. قدس الروح القدس، تقديس الجسد وتقديس الروح، والإله الملك دائما أبديا آمين.